إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الإسلام إيمان وشرع وخلق، هي خلاصة الإسلام. الإسلام الذي أراد الله عز وجل لنا منا أن نتخذه دينا، كما قال في سورة المائدة في الآيتين الثانية والثالثة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا بد أن نتخذ الإسلام دينا، لأن الله ارتضاه لنا دينا، وهو منهاج حياة. أرسل القرآن الكريم مع خاتم النبيين، وهو منهاج حياة، في مثل قوله تعالى في سورة الإسراء في الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في المجال الإيماني العقدي، في المجال التعبدي، في المجال التشريعي، في المجال الأخلاقي التربوي السلوكي. إذن اكتمل الدين. فهذا الإسلام لا يمكن أن ندرك قيمة هذه النعمة، وقد سمى الله الإسلام نعمة، وأتممت عليكم نعمتي، وهي أعظم النعم، فهو منهاج حياة. والقرآن يفصل لنا ما ينفعنا وما به ندرك مصالحنا الأخروية والدنيوية في أي القرآن مع السنة المبينة، إذا جاءت النصوص القرآنية بالبيان الإجمالي الذي يحتاج إلى تفصيل وبيان. فالسنة النبوية تبين، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية. إذن الإسلام إيمان هو المنطلق، لذلك ربنا عز وجل أكد على أصل جامع عند جميع النبيين والمرسلين، كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربنا واحد، قل هو الله أحد الله الصمد. ونقرأ في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونقرأ في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني آيات عديدة تأمرنا بالإيمان وبإفراد الله عز وجل بالعبودية. هذا الإيمان أكبر قضية في حياة الإنسان، الإيمان
أي منا قد يخسر في مشروع من المشاريع، سواء كان مشروعا فلاحيا أو تجاريا، مهما كان هذا المشروع الدنيوي، ولكن إذا كان من الخاسرين في مشروع الإيمان هو فعلا من الخاسرين، لأن الفوز في الدنيا والنجاح في الدنيا، الدنيا عامرة بالمفاجآت، عامرة بالمنغصات. كم من إنسان يفرح بنجاح معين ثم تنغص حياته بمصيبة من المصائب، بهم من الهموم. وربنا قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن الفوز الأكبر حينما يدخل الإنسان الجنة مع الداخلين وهم يتلون ما كنا نتلو في دار الدنيا، كما في سورة في سورة الزمر في أواخرها الآية 73-74: الحمد لله الذي صدقنا وعده. متى يقول الناس هذا الكلام؟ حينما يفوزون بالجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر، كما كانوا في الدنيا يتعاونون على الطاعات والقربات، يدخلون الجنة أيضا زمر زمر، جماعات وجماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إيمان، قال الله عز وجل في سورة البقرة في الآيتين 255 وهي آية الكرسي، والآية التي تليها 256: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا هو أصل الإيمان، توحيد الله عز وجل. ثم تأتي الآية التي تليها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا، إلى آخر الآيات. والله يقولون ويأمرنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يطالبنا بمزيد من الإيمان. فالإيمان هو الأساس. بعد ذلك يأتي الشرع. الشرع هو الضابط لحركة الإنسان. الإيمان يترجم بأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والأعمال تضبط بالشريعة. الدليل قال تعالى في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونجد الآيات مبثوثة في القرآن الكريم كلها تضبط حركة الإنسان بالأوامر والنواهي في جميع المجالات، على المستوى الفردي، على المستوى الشخصي، على مستوى الأسرة. نقرأ في سورة الروم الآية 21: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ونقرأ في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونقرأ في سورة البقرة الآية 231: ربنا يقول لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ونقرأ في سورة البقرة أطول آية في القرآن الآية 282: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، وهي آية طويلة أطول آية في القرآن، نصت على توثيق الديون وعلى الرهن وعلى التجارة وعلى الإشهاد إلى غير ذلك. إذن في الآيات تضبط ما جاء مفصلا. نقرأ في آية المواريث الآية 7 وما بعدها من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إلى غاية الآية 12-13: يقول رب سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إلى آخره. شريعة تضبط حركة الإنسان من بطن أمه إلى بطن الأرض، من البطن إلى البطن. أقصد من بطن الأم أن الشريعة قررت من الأحكام الشرعية المخففة للمرأة الحامل. المرأة كي تكون حامل يجوز لها باش تفطر ومن بعد تقضي عادي، أليس كذلك؟ على جال هذاك الجنين، على جال هذاك الأم الحامل، وأحكام. ومنعت الشريعة الإجهاض حماية لحق الإنسان في الحياة،
وهو ليس قادرا على أن يطالب بحقه في الحياة، ولكن الشريعة حافظة لحقه في الحياة ولحقوقه الأخرى كحقه في الميراث مثلا عن طريق الميراث بالتقدير كما تعلمون، أو على حقه في الوصية وغيرها من الأحكام، كلها أحكام شرعية تحفظ حقوق الإنسان وهو جنين في بطن أمه. وما استمعتم إليه لا مثيل له في جميع التشريعات والقوانين والحضارات عبر التاريخ الإنساني. والشريعة أيضا تحفظ حياة الإنسان وترعاه وتضبط حركته في المجال التجاري، في المجال الاقتصادي، في جميع المجالات إلى أن يموت. الشريعة أيضا حاضرة، قررت جملة من الأحكام في القرآن أو في السنة تحفظ حقوق الموتى ولو بعد حين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم: كسر عظم الميت ككسر الحياة. نملك شريعة لا مثيل لها، لابد أن ترقى عقولنا إلى مستوى فهم الشريعة لنعيش في أمن وأمان في دار الدنيا. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. علمنا بأن الإسلام إيمان، شريعة ضابطة لحركة الإنسان في الحياة، ولكن أيضًا الإسلام خلق. لا يمكن أن نرتقي في مدارج الكمال البشري إلا بالإيمان، بترجمة الإيمان إلى أعمال صالحات، لقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى بالتزام الطاعات والعبادات والقربات، إلى وبالتزام الأوامر والنواهي المبثوثة في الوحيين كتابا وسنة، ثم تأتي الأخلاق. وقد مدح نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل ربه جل جلاله بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك يا نبينا صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نتمثل الأخلاق في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية، في حياتنا الإعلامية، في جميع المجالات. وقال في حديثه الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأنه يلخص رسالته بهذا القول، وقد أتي جوامع الكلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية أخرى أخرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن إذا تمثلنا هذه القيم، هذه القيم التربوية التي نحتاج إليها فعلاً في حياتنا لنستقيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا قمنا بذلك حققنا براءتنا أمام الله جل جلاله، ونسأل الله حسن الخاتمة للجميع. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
استووا استقيموا رحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.